الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. أحبتي الطلاب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الجديد مكثف إلى حد ما لكنه مفيد إن شاء الله، تحت عنوان برامج خطية، مسألة إعادة الشحن أو ما يسمى Transshipment Problem. هي جزء من مسألة النقل، لكن هذه الآن يترتب عليها يعني إدخال متغيرات جديدة، وعلى بركة الله نبدأ. الآن تعد مسألة إعادة الشحن من الموضوعات الهامة في إدارة النقل أو مسمى Transportation Management، وحلها بواسطة البرمجة الخطية ذات القيود المتعددة. وعلى سبيل المثال لنفترض بأن هناك ثلاثة مصانع، 1، 2، 3، لسلعة معينة، بضاعة متجانسة، اللهم يعني البضاعة متشابهة متجانسة بشكل أو بآخر، تنقل هذه المصانع الثلاثة البضاعة المصنعة إلى مخزنين 4 و5. بدورها تعمل إدارة المخازن هذه على نقل البضاعة إلى ثلاث وجهات مختلفة، destinations A, B, C. افرض أنها عمان، بغداد، كايرو مثلا، وتتوافر لدينا البيانات الآتية. الآن هذه البيانات هنا الآن من يعني النقل من المصنع الأول، المصنع الثاني، المصنع الثالث، إلى الآن المخزن الرابع. أعطينا الرقم حتى بس تكون متسقة الأرقام هنا. المخزن هذا رقم 4، مخزن رقم 5، مع أنه يعني لا يوجد إلا مخزنين، لكن أحببت أنه أميز هاي الأرقام بشيء متسلسل حتى تكون يعني إن شاء الله الفكرة واضحة. فمن المصنع الأول، الثاني، والثالث إلى المخزن رقم 4، المخزن رقم 5، هاي القدرة الإنتاجية للمصنع الأول، القدرة الإنتاجية للمصنع الثاني، القدرة الإنتاجية للمصنع الثالث، لاحظوا 1200 القدرة الإنتاجية بسميها capacity للمصنع الأول، القدرة الإنتاجية للمصنع الثاني، القدرة الإنتاجية للمصنع الثالث. الآن هنا هذه سأبينها بعد قليل، كلفة الشحن، شحن الوحدة الواحدة من البضاعة من المصنع الأول إلى المخزن رقم 4، وهذه 11 هي كلفة نقل الوحدة الواحدة من البضاعة من المصنع 1 إلى المخزن رقم 5. هنا الآن كميات الطلب والعرض، هنا من لاحظوا لي هلا أضفنا الآن من المخزن، لاحظوا لهم من المصنع إلى المخزن، لكن هنا من المخزن إلى الوجهات A, B, C، عمان، بغداد، القاهرة مثلا، من المخزن رقم 4 ومن المخزن رقم 5. لاحظوا لي هنا الوجهة هذه كلفة النقل من المخزن رقم 4 إلى الوجهة A 15 دينار أو دولار أو جنيه شو مكان لكل وحدة من المخزن إلى الوجهة A، وهنا 7 من المخزن 5 إلى الوجهة A، مجموع ما يطلب المخزن هذا 700، عفوا الوجهة هذه، الوجهة مجموع ما تطلب الوجهة هذا بين المخزن 700. هنا كذلك الأمر، الوجهة B ما مجموع ما تطلبه من المخزنين 4 و5 1200، الوجهة C تطلب 1600، لكن هذه كلفة الشحن من المخزن إلى الوجهة A هذه، وهكذا. دعني الآن يعني أعيد ما ذكرته هنا بما يتعلق الآن بال13. هذه كلفة نقل الوحدة الواحدة من البضاعة من المصنع 1 إلى المخزن رقم 4، وهنا مثلا هذه كلفة 10، كلفة نقل الوحدة الواحدة من البضاعة من المصنع 3 إلى المخزن 5، وهنا طبعا القدرة الإنتاجية الكباسيتي للمصنع الأول، الثاني، والثالث. أما الآن هنا ال15 هذه فكلفة نقل الوحدة الواحدة من المخزن رقم 4 إلى الوجهة A، وهنا على سبيل المثال كلفة نقل الوحدة الواحدة من البضاعة من المخزن 4 إلى الوجهة C، وأخيرا هنا 14 هي كلفة نقل الوحدة الواحدة من البضاعة من المخزن 5 إلى الوجهة B. إذا اتضحت الآن، في عندي مصانع، هنا عندي نقطة وسيطة، ثم بالأخير للوجهات A, B, C. نكمل على بركة الله. للتذكير بمسألة النقل، تكون العلاقة بين جانب العرض أو ما تسمى نقطة الأصل origin وجانب الطلب أو ما تسمى الوجهة destination علاقة مباشرة. بالحالة بمسألة النقل التقليدي الآن، المصنع يرسل بضاعته إلى الجهة التي تطلبها مباشرة، لكن حول مسألة إعادة الشحن هناك نقطة وسيطة.
بمعنى آخر الآن مسألة النقل مباشرة لا توجد نقطة بسيطة كالمخزن مثلا، أما في حالة إعادة الشحن تكون هناك نقطة بسيطة تشحن إليها البضاعة من نقطة الأصل ويشحن من النقطة البسيطة إلى الوجهات المختلفة كما في التمثيل الصور الآتي. هاي الآن اللي هي مسألة النقل التقليدية، مصنع واحد، مصنع اثنين، مصنع ثلاثة، هاي الوجهة A، وجهة B، وجهة C، فهنا من واحد إلى A، من واحد إلى B، من واحد إلى C، هاي تعلمناها في السابق، من اثنين إلى A، من اثنين إلى B، من اثنين إلى C، وأخيرا من ثلاثة إلى A، ثلاث B، ثلاث C. هذه مسألة نقل تقليدية. أما في مسألة إعادة الشحن فهناك نقطة وسيطة، كيف نمثلها؟ كما يلي: هذا المصنع الأول، المصنع الثاني، المصنع الثالث، الآن هنا في عندي مخزن أسميناه رقم 4 وهنا 5، هنا الآن تنقل بضاعة من 1 إلى 4 ومن 1 إلى 5، من 2 إلى 4، من 2 إلى 5، ومن 3 إلى 4، ومن 3 إلى 5. هلا هنا بدوره المخزن، هذا المخزن هذا يورد البضاعة التي استلمها، يرسلها إلى الوجهة A، وجهة B، وجهة C. الآن من 4 إلى A، من 4 إلى B، من 4 إلى C، من 5 إلى A، من 5 إلى B، من 5 إلى C. هذه الآن اكتملت الآن عندي مسألة إعادة الشحن. هنا هاي الأصل سميناها بمقاطع سابقة، وهنا نقطة إعادة الشحن هذه، وهنا الوجهة الأخيرة، الوجهات الأخيرة هذه نسميها احنا ترانشيبمنت نود. هنا هذه النود اللي هي نقاط إعادة الشحن، نقاط إعادة الشحن. إذا عدنا إلى الجداول وأردنا تمثيلها كما يلي، الجداول والبيانات اللي فيها، فبتكون كما يلي. الآن هنا الآن التمثيل الصوري، هذا المصنع الأول، مصنع اللي هي قدرته الإنتاجية 1200، المصنع الثاني قدرته الإنتاجية 1000 كما ذكرناه في الجدول، أرجو العودة له، والمصنع الثالث الآن قدرة الإنتاجية له 1400. هذا المخزن الأول، هذا المخزن الثاني. الآن كلفة النقل من واحد، مصنع واحد إلى المخزن رقم 4 هذا وضعنا هنا 13، ثم من 1 إلى 5 11، من 2 إلى 4 9، من 2 إلى 5 15، من 3 إلى 4 وضعنا 16، ومن 3 إلى 5 كانت الكلفة 10. هذه الآن العلاقة بين المصنع والمخزن. الآن المخزن هذا، المخزن هذا والمخزن هذا سيورد إلى الوجهات الثلاث، الوجهة هذه وهاي الطلب، يعني من هذه الوجهة 700 وحدة، هنا الوجهة B الطلب 1200، الوجهة C الطلب 1600. لاحظوا لي أنه المطلوب أكثر من المعروض، أوكي. هذا العرض الآن، عفوا بعتذر، هنا هذا الطلب الفردي هنا، لكن الآن سنبين أنه يعني يكون مرات العرض أكثر من الطلب. العلاقة الآن من هنا، هذه كلفة النقل من مخزن 4 إلى الوجهة، هي الوجهة A 15، من هنا الوجهة B 16، ومن هنا الوجهة C 20، ومن هنا إلى A الكلفة 7، من هنا إلى B 14، ومن هنا إلى C 22. الآن اكتملت الصورة، كيف لنا أن نمثل هذه العلاقات على شكل دالة برمجة خطية والقيود المفروضة عليها؟ نتابع على بركة الله. صياغة نموذج البرمجة الخطية: الدالة الهدف Objective Function، والقيود constraint المفروضة على الدالة. هلا أرجو أنه هدفنا الدالة الهدف هي الكوست، كلفة النقل من كل الجهات، من المصنع إلى النقطة الوسيطة المخازن، ومن المخازن إلى الديستنيشن أو الوجهات، فنريد أن نقلل تلك الكلفة ما أمكن ذلك خضوعا للقيود الكونستينت المفروضة على الدالة. هاي الآن الجدول كما ذكرناه في السابق: المصنع الأول، المصنع الثاني، المصنع الثالث. هذا المصنع الأول يورد المخزن 4 5، هاي كلفة النقل هنا والقدرة الإنتاجية وضعناها هنا كما تلاحظون. بالنسبة للمصنع الأول قدرة إنتاجية 1000، مصنع ثاني، مصنع ثالث 1400، وهكذا. وهذه كلف النقل، ثم هذه كلف النقل من مخزن إلى الوجهات المختلفة A B C، من مخزن 4 و 5 وهكذا. الآن هذه الصورة كما وضعناها قبل قليل، اللي هي الصورة الكبيرة للنموذج الصوري للعلاقة
بين المصنع والمخازن، ثم المخازن والوجهات الأخيرة. كيف الآن نضع الآن؟ دال الآن مينيمايز، لاحظوا لي التقليل، ماذا؟ كلفة النقل من اللي هي البضاعة هاي أكس، اللي هي كمية البضاعة كأكس ترمز إلى كمية البضاعة الصادرة من المصنع الأول واحد إلى المخزن أربعة، من واحد إلى أربعة 13 زائد 11، لاحظوا لي هنا 11 مضروبة في كمية البضاعة من واحد إلى خمسة، هاي واحد إلى خمسة 9 الآن من 2 إلى 4 9X من 2، طبعا X هي مجهول نريد أن نعرفه بالضبط كم، لكن الآن هاي كلفة النقل وهذه كمية البضاعة، هاي كلفة النقل 11 مع كمية البضاعة، فهون 9 كلفة النقل مع كمية البضاعة X مجهولة من 2 مصنع 2 الوجهة 4 ثم 15 بالتنين إلى 5 بعدين 16 الآن من 3 إلى 4 الآن، لاحظوا لي هنا من المصنع الثالث إلى الوجهة 4 10 الآن هنا آخر 10 هذه من 3 إلى 5 الآن من نقطة النقطة الوسيطة اللي هي المخازن 4 رمزها و5 إلى ABC ف15 هنا هذه 15 15X 4A زائد 16 4B زائد 20X 4C زائد 7 X 5 و A هنا هذه 7 زائد 14 X 5 7 عفوا 5 B زائد آخر إشي 22 من 5 إلى C هذه هي. هذه الآن الدالة الهدف التي نريد أن نقللها ما أمكن minimization of this objective function أو الدالة الهدف خضوعا للقيود التالية. هذا القيد الأول إنه الآن ما يورده المصنع الأول إلى المخزن 4 زائد ما يورده المصنع الأول إلى المخزن 5 أقل من 1200، هذا الآن 1200، والقيد الثاني ما يورده المصنع الثاني إلى المخزن 4 زائد ما يورده المصنع الثاني إلى المخزن 5 أقل من 1000، هذه 1000 هنا أقل من 1000، هذه القيد الثالث. القيد الرابع ما يورده المصنع الثالث إلى المخزن 4 زائد ما يورده المصنع الثالث إلى المخزن 5 أقل من أو تساوي 1400. هذا الآن كلياته نسميه كمية المعروض، كمية المعروض اللي هو capacity قدرة الإنتاجية والمعروض. نأتي الآن على جانب الطلب، جانب الطلب لاحظوا لي أنه X1 هنا الآن عفوا جانب الإيش العرض من قبل المخازن، فعندي X1 زائد X2 هاي عندي ما يورد المصنع الأول إلى المخزن، ما يورد المخزن الأولاني زائد المصنع الثاني إلى المخزن الثاني زائد ما يورد المصنع الثالث إلى المخزن الرابع يجب أن تساوي ما يورد الآن المصنع أو المخزن عفوا 4 إلى A و B و C، هذه تساوي بعضها البعض، إذا طرحناها تصبح صفرا لكن نخليها كما هي الآن. وهنا ما يورد المصنع الأول إلى المخزن الثاني، المصنع الثاني إلى المخزن الثاني، المصنع الثالث إلى المخزن الثاني تساوي الآن ما يورد المخزن 5 إلى A، مخزن 5 إلى B، مخزن 5 إلى C، هاي الآن ما يسمى من المخزن إلى الوجهات. لاحظوا لي الدقة فيها. أخيرا الآن الطلب اللي هو مجموع الطلب، ما بتطلب الآن الجهة A، الوجهة A من 4 هذه زائد ما يطلبه الآن A من 5 يساوي 700 كما ذكرناه هنا، هذه 700 لاحظوا لي هنا هي رقم 6، واللي بتطلبه الآن الوجهة B من 4 و 5 أقل أو تساوي 1200 أو تساويها بالضبط عفوا. لماذا؟ لأنه ما تورد المصانع المخازن يجب أن تلبي الطلب هنا، والآن قيد الطلب هذا 6 7، وأخيرا القيد هذا من 4 إلى C زائد 5 إلى C أقل من أو تساوي 1600 أو تساوي 1600، ويجب الآن هذا بنسميها إحنا كمية المطلوب من قبل الوجهات الثلاثة من المخزنين، وهنا يجب أن تكون XIJ كل X فيها أكبر من أو تساوي صفر، سواء كانت من مصنع ولا من مخزن، وبتطلب كل الجهات. مهم جدا التدقيق في هذه الأشياء هنا. إذا تساوت كمية العرض مع كمية الطلب تكون مسألة إعادة شحن متزنة، balance trans
shipment problem. بخلاف ذلك تكون غير متزنة ولا بد من إدخال متغير وهمي حسب الأصول. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم أحبتي، راجيا أن تشاهدوا أكثر من مرة. هذا موضوع مهم جدا، سهل جدا، من السهل النوع يعني السهل الممتنع، فمشاهدته أكثر من مرة الفكرة تترسخ بأذهاننا جميعا. وإلى لقاء آخر بإذن الله. كيف يمكن لنا أن نحلها إذا كان السبلاي أو العرض أكثر من الطلب أو الطلب أكثر من العرض؟ وبإدخال الدمي والوصول إلى حل بالضبط أوبتيمال سولوشن بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.